ازيكم عاملين ايه؟ اليومين اللي فاتوا ما وراناش حاجه غير تتويج الملك في بريطانيا كينج تشارلز. تعالوا نشوف كل الكلمات اللي ليها علاقه بالعيله المالكه او الملكيه عامه. يعني الايفنت ده نفسه اسمه ايه؟ الحدث المهم ده اسمه ايه؟ اسمه كورونيشن اللي هو حفل تتويج الملك. طيب التاج نفسه اللي هو الملك هيلبسه اسمه كراون. كراونينج اللي هو التتويج، يعني ممكن أقول they were crowning King Charles، يعني كانوا بيتوجوا الملك. أوكي، الإيفنت ده نفسه هيحصل فين؟ الحفلة الفظيعة ده هيحصل فين؟ هيحصل في مكان اسمه Westminster Abbey. طيب أبي اللي هو كنيسة أو دير، بس دير كبير يعني مش كنيسة عادية. الكنيسة العادية اسمها Church، أبي هو المكان اللي هيروحوا يعملوا فيه الحفلة دي. طيب هم بقى بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في Palace، Buckingham Palace. Palace اللي هو القصر اللي هم بيعيشوا فيه. طيب العيلة دي كلها اسمها ايه؟ اسمها العيلة المالكة، اسمها Royalty أو Royal Family. Royal Family اللي هي العائلة الملكية. الملك قاعد على العرش. العرش يعني ايه؟ يعني Throne. لو أنا عايز أقول إنه البرنسس كانت لابسة على رأسها حاجة، هي مش لابسة الكراون. الكراون ده للملك بس أو للملكة بس. طيب هي كانت لابسة ايه؟ كانت لابسة تيارا زي التاج، برضو بالعربي اسمها تاج. شايفين العربية دي اسمها ايه؟ اسمها جولد ستيت كوتش. كوتش هنا مش معناها الكابتن الكوتش بتاعي، لا، كوتش هنا معناها العربية اللي بيركبوها دي. فترة الحكم نفسها اسمها رين يعني فترة الحكم او حكمه يعني. طيب لو انا بقى بتكلم على الملك او الملكه وعايزه اقول فخامته او جلالته بقول ماجستي. فلو انا بخاطبه بقول يور ماجستي، لو انا بتكلم عنه بقول هيز ماجستي. فماجستي او هاينس، ولكن هاينس ممكن اقولها للبرنس للبرنسس، ممكن اقول لهم هاينس، ولكن ماجستي ما بتتقالش غير للملك وللملكه فقط. ناشونال انثم. ناشونال انثم اللي هو النشيد الوطني، وده بنغنيه في اي دوله او قبل الماتش او اي حاجه. هم ممكن يغنوا كورونيشن انثم اللي هو النشيد بتاع حفل التتويج بتاع الملك. الملك المتوج حديثا، فهقول the newly crowned king يعني الملك اللي تم تتويجه حديثا. اوكي احتفال يعني ايه؟ يعني celebration occasion يعني مناسبه.